اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بكابتن محمد سلعاوي نجم نجوم كره السله. اهلا وسهلا كابتن هيثم وكابتن كريم، مشرفنا النهارده وان شاء الله يكون يوم ظريف باذن الله. الحلو في الاستوديو النهارده عندنا نجوم كره سله، نجوم كره طائره، فالدنيا يعني الحمد لله يوم مميز النهارده. احنا عايزين برده كابتن كريم يعني يشاركنا في كره السله، برده كابتن سلعاوي يشاركنا في كره الطائره. هتبقى دوت النادي الاهلي، احنا كلنا على طول يعني يمكن عاداتنا كلنا في النادي الاهلي كده وكلنا بنتكلم كده. كابتن كريم اجي لك يمكن النهارده احد المكاسب، طبعا المباراه عدت بسلام، مفيش اي حد اجهد. يمكن النهارده حضرتك قلت لي ان احمد صلاح الصبح انت شفته كان بيتمرن في الجيم، يعني حلو ان يبقى اللعيب بهذه المينتاليتي وبالفكر ده. اكيد طبعا، يعني كابتن احمد صلاح بيشتغل على نفسه يعني انديفيدوال كتير، مش فتره التمرين بس وخلاص. يعني زي ما قلت لك يعني اللعيبه بتمرين الصبح وبعد الظهر، موجودين طول اليوم في النادي، فالجيم في الملعب، الحاجات اللي ناقصه عندهم بدني، فيمكن الحاجات دي هي اللي بتفرق من لعيب للعيب. يعني المينتاليتي عند كابتن احمد صلاح ان هو لا يعني لسه قدامه في الملاعب كتير، وما تقدرش تقول لا ده خلاص. صحيح، وكنا بنتكلم في الكلام ده في المباراه شغاله. طب خلينا نروح لارض الملعب اعزائي المشاهدين، وزميلنا محمد توفيق ولقاء مهم مع كابتن محمد مصالح ميديا المدير الفني ومحمد معوض ليبرو الفريق. اتفضل يا محمد. شكرا لك كابتن هيثم، من جديد متواصلين معاك بعد انتهاء مباراه الاهلي وطنطا وفوز النادي الاهلي بثلاث اشواط نظيفه واداء ولا اروع والصعود لدور الثمانيه في بطوله كاس مصر. ويا رب دايما النادي الاهلي في انتصاراته وفي افراحه. معانا المدير الفني للفريق كابتن ميدو مصلحي. يعني كابتن الف مبروك الفوز، استمرار سلسله الانتصارات في الدوري، النهارده كمان في الكاس. يعني شفت المباراه ازاي النهارده، واهم يعني الاستفاده بغض النظر عن كمان عن الفوز، اهم النقاط الفنيه اللي استفدتها النهارده. والله الحمد لله، يعني اهم حاجه استفدناها النهارده ان شاركت الناس كلها بما فيهم اللعيبه الصغيره، والحمد لله أدوا أداء كويس جدا. وكمان رجوع أحمد قطب ده كان مهم جدا بالنسبة لي، وإن شاء الله واحدة واحدة كده ويرجع لمستوى تاني إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله يمكن بقى الدوري وخلاص داخلين على مرحلة الدور قبل النهائي، ويمكن جدول المسابقة تم إعلانه بالأمس. يعني شايف الجدول إزاي والنظام كمان الجديد إن كل فرقة هتلعب على الصالة بتاعتها أو ملعبها ماتش واحد بس، وهيبقى فيه زي ما بنقول دوران ما بين الصالات كلها. والله هو الاتحاد مشكورا، يعني عمل موسم السنه، يعني الموسم السنه دي كويس جدا، يمكن اول مره يتعمل بلاي اوف وكده. النظام كويس جدا، وان شاء الله هيبقى فيه ماتشات من بدايه بقى الدور الجاي، هيبقى فيه ماتشات كويسه جدا، وان شاء الله يبان الفرقه على حقيقتها كلها، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه ونسعد جمهور النادي الاهلي يعني ان شاء الله باذن الله. كابتن ميدو مصلحي بقى شايف المنافسه ازاي، وهيتم زي ما بنقول يمكن اديت ناس كتيره جدا من الناس اللي ما بتلعبش اساسيين، وكمان الناشئين اديتهم فرص في المرحله اللي فاتت، المرحله الجايه شايفها ازاي والمنافسه شايفها ازاي؟ هو كل مرحله وليها طبعا وقتها، وكل مرحله وليها رجالها. يعني في طبعا هعتمد على الناس الاساسيه طبعا في الماتشات الجايه كلها، بدايه من الدور الجاي، يعني مصر البترول قبلها عندنا ماتش سبورتنج في الدور الثمانيه ان شاء الله يوم الجمعه الجايه هناك، وعندنا مصر البترول وبتروجيت والجيش مجموعتنا ان شاء الله، ما يعني ثلاث ماتشات او ست ماتشات هيبقوا كويسين، وربنا يسهل يبقى في استعداد اكتر لدور الثمانيه اللي هو الترتيب، المرحله الترتيبيه دي هتبقى اعلى واحسن كمان شويه لغايه لما نوصل بلاي اوف ان شاء الله. شكرا كابتن، معاك التوفيق ان شاء الله. شكرا كابتن هيثم. مكملين لقاءاتنا وبنضم لنا واحد من نجوم الفريق كابتن محمد معوض ليبرو الفريق. يعني محمد الحمد لله على السلامه الاول طبعا، يعني عود حميد، ويمكن تالق اكثر من رائع انت وكل اللعيبه الكبيره للفرقه. يعني كلمنا عن اداء زمايلك النهارده وادائك في المباراه واهم تعليمات كابتن مير. تحياتي كابتن هيثم الاول طبعا، كباتن الكبار الموجودين في الاستوديو. الحمد لله ماتش في المتناول، بس احنا بنحترم اي خصم بنلعبه، قدرنا نشارك الناس كلها ونلعب الناس كلها، دي كانت اهم حاجه بالنسبه لنا عشان الناس كلها تبقى جاهزه للماتشات. الفتره اللي جايه طبعا هتزداد صعوبتها والماتشات كتيره، فمحتاجين الناس كلها ان شاء الله. يعني المباراه القادمه امام سبورتنج في دور الثمانيه، اعتقد سبورتنج كان معانا في المجموعه ولعبناه ماتشين، اتعرفتوا على الفريق بشكل كبير، شايف المباراه ازاي؟ سبورتنج كان فريق محترم، عملوا ماتش حلو هنا في الصاله، كان هياخدوا اول شوط، وبرده الماتش العوده كان صعب اول شوط هناك، فريق محترم خد تاني في المجموعه بتاعتنا، لعبناهم ماتشين الحمد لله فعارفين بيلعبوا ازاي، بس ماتش كاس فطبعا ما فيهوش تهريج، لا يخسر يطلع بره، فان شاء الله يعني ربنا يكرم ونروح كده نلعب ماتش كويس ونتاهل سيمي فاينل ان شاء الله. يعني باذن الله خلاص الدور قبل النهائي من بطوله الدوري ان شاء الله هتبدا يوم 5 فبراير. شايف المنافسه ازاي خاصه بقى مع تصاعد المنافسه، وكمان بنضم لمجموعتنا دلوقتي بتروجيت والجيش وبمصر البترول؟ منافسة السنة دي جامدة، الدوري كويس، في كذا فرقة تقدر تنافس طبعا، غير يعني الزمالك والجيش وسموحة والاتحاد. زي ما قلت لحضرتك طبعا بتروجيت عاملين فرقة كويسة، مدعمين باتنين محترفين، هنلعبهم الدور الجاي ان شاء الله ماتشين نقدر برضو ناخد عليهم، فالدوري السنة دي كويس ان شاء الله. شكرا كابتن، بتناخد عمر التوفيق باذن الله.
كابتن هيثم، دي كانت لقاءنا عقب انتهاء مباراه الاهلي وطنطا فوز النادي الاهلي بثلاث اشواط نظيفه. يعني ان شاء الله النادي الاهلي يبقى دائما في انتصارات وبطولات، ودائما النادي الاهلي يبقى في المقدمه. من جديد كلمه ليك كابتن هيثم السعيد، اتفضل. زميلنا محمد توفيق من ارض الملعب بشكرك شكرا جزيلا والف مبروك النهارده. الحقيقه مكسب سهل، وكان مكسب طمنا على الفرقه بشكل كبير. ان شاء الله موفقين في الخطوه القادمه الا وهي عوده الدوري مره اخرى من الاسبوع الثاني اللي هو بعد ده 5 فبراير بدايه الدوري. ان شاء الله كل التوفيق لفريق كره الطايره. كابتن كريم بشكرك شكرا جزيلا، نورتني النهارده والحقيقه استمتعت بتحليلك بشكل كبير يا كابتن. انا اتشرفت طبعا بحضرتك وبكابتن سلاوي، طبعا كان الشرف لي ان انا اكون مع قامات من كره السله في مصر. ان شاء الله واستعد برده في اليد برده يا كابتن، ما انت عارف الموضوع ما يسلمش. احنا اسره النادي الاهلي فعلا، باسكت طايره هاندبول، كلنا اسره واحده فعلا. نورت وشرفت يا كابتن، ربنا يخليك. الشرف ليا. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل ونكمل كلامنا بقى عن كره السله ونستعد والتشكيل والمباراه والتحليل مع كابتن سلعاوي. خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل مع كره السله ومباراه الاهلي وسموحه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وافكر حضراتكم ان شاء الله هننقل لحضراتكم على الهواء مباشره مباراه الاهلي وسموحه في كرة السلة رجال في الجولة القبل الأخيرة من الدور الترتيبي في دوري السوبر موسم 2021-2022. المباراة ستقام في تمام الساعة 6:00 على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. كابتن سلعاوي أجل حضرتك، المباراة مهمة لكلا الفريقين، بستأذن حضرتك أعرض للسادة المشاهدين الترتيب الفرق في الجدول، أهمية المباراة بالنسبة لكل فريق. اتفضل كابتن سلعاوي. طبعا بداية المباراة بين الأول أول مقرر مع الثامن. ما فيش حاجه اسمها فرقه ضعيفه فرقه قويه في الباسكت زي ما اتعودنا. اللي بيفرق في كل مباراه المجهود واداء اللعيبه، واللي بيفرق الروح وقدره التنفيذ ما يطلب منهم من المدير الفني بتاعه. كره السله ما فيهاش مباراه سهله او مباراه صعبه، العرق والمجهود هو اللي بيحسم كل اللقاءات. النادي الاهلي المباراه اللي فات كان بيلعب مع الجزيره صاله الامير عبد الله الفيصل، قدر استطاع ان يكسب الجزيره 84-56، ونادي سموحه كان بيلعب مع الزمالك طلعت النتيجه 83-78، وكانت مباراه جيده وفريق سموحه ادى عليه مباراه جيده. اللي عايزين نقوله برده النهارده ان فريق سموحه جايب المحترف اللي كان بيلعب في التامين، غير المحترف بتاعه لاصابته فغير المحترف بتاعه، ففريق جيد مع مدرب فادي هاني، مدرب كويس جدا. فالمباراه هتكون مباراه مثيره وشيقه بالنسبه لجمهور كره السله. ويمكن يا كابتن حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا، نادي سموحه افضل بكثير لانه لعب تقريبا الدور الترتيبي من غير تقريبا اجنبي، لان ديباتيل لاعب كان مصاب بمرض صليبي، لاعب كوت ديفوار، اللاعب الدولي في كوت ديفوار هو جاله صليبي، فلعبه تقريبا اغلب المباريات بدون اجنبي فقدر في انتقالات الشتاء انه يجيب اللي هو المحترف بتاع مصر التامين. طب كابتن، يعني النادي الاهلي ما زال وواضح الموضوع ده هيستمر معانا شويه، كورونا والاصابات العاديه، في غيابات النهارده، يعني هل حضرتك عندك فكره لغايه ما يجي طبعا مراسلنا من ارض الملعب فاروق صلاح وسالح حامد يبلغونا مين اللي مش هيكونوا متواجدين؟ لان طبعا الموضوع ده بيحدث كل مباراه. اعتقد ان بمتابعتي يعني كده اعتقد ان سيف سمير عنده اصابه، وكان عمر طارق، بس عمر طارق هيدخل في التشكيل بس حسب احتياج دي ترجع للمدير الفني، واعتقد احمد اسماعيل عنده كورونا. دي تقريبا مبدئيا دي المبدئيه، لكن ان شاء الله ما فيش حاجه ثانيه والامور ماشيه طبيعيه، لان احنا داخلين على مباراه حساسه جدا يوم الجمعه الجايه ان شاء الله على صاله اتحاد اسكندريه في اسكندريه، ودي اللي هتحسم مين الاول ومين الثاني. ربنا يشفي كل المصابين. كابتن سلعاوي، نستعرض بقى جدول ترتيب الدوري حتى الان مع الساده المشاهدين. استاذن حضراتكم لو نعرضه على الشاشه الترتيب من الاول للثامن، وناخد بعد ما نستعرض الترتيب هنستعرض من اقوى هجوم واقوى دفاع كما عودنا. جدول معانا على الشاشه وكما عودنا الساده المشاهدين، اتفضل كابتن سلعاوي. اول حاجه نادي الاتحاد الاسكندري لعب 12 مباراه، فاز في 10 وخسر في 2 ل 1015 وعليه 914 بفارق 101، وله من النقاط 22 نقطة. خلينا أوضح لحضراتكم له عليه، يعني دخل سكور نقط قد إيه ودخل فيه سكور قد إيه في الملعب أو في المباريات، الفرق طرح الاثنين، فهو ليه 101 نقطة، عشان كده محطوطين بالموجب 101 نقطة وهو في ترتيب الدوري. أنا آسف يا كابتن سلعاوي، أنا بفهم بس السادة المشاهدين إزاي يقروا معانا الجدول عشان يبقوا مستمتعين، اتفضل يا كابتن. النادي الأهلي لعب 12 مباراة، قدر يكسب 10 مباريات وخسر 2 وليه 985 نقطة وعليه 853 نقطة بفارق 132 نقطة، وفي نفس نقاط الاتحاد الاسكندري 22 نقطة. بس هنا يا كابتن، بالرغم ان النادي الاهلي صاحب اكبر فرق
ما بين الدفاع والهجوم، وهم 232 نقطه لصالح الهجوم لصالح هجومك، ولكن النادي الاهلي يجي في المركز الثاني عشان المواجهات المباشره. مواجهات مباشره الاتحاد والاهلي. الاتحاد فاز على الاهلي. الاتحاد فاز على الاهلي في المباراه الاولانيه. تمام. طب يا كابتن الجزيره بتيجي في المركز الثالث، لعبت 12 كسبت 8 خسرت 4 ليه 844 وعليه 836. نعم الفرق 8. ده يعتبر اقل اقل فرق، ولهم من النقاط 20 نقطه. 20 نقطه بس. هنا في تحيه لنادي الجزيره بامانه يا كابتن. ليه؟ طبعًا. لان نادي الجزيره عمل احلال وتجديد وطلع لعيبه صغيرين وعمل فرقه جديده، ومع ذلك هو بيجي في المركز الثالث، فكل التحيه. ومعاه مدرب كويس، مدرب اسباني برضه، مدرب هايل، واولاد النادي يعني متواجدين في الفريق، والنادي قد يكون ماشي على خطى. تحيه لنادي الجزيره الحقيقه. نادي الاتصالات بيجي في المركز الرابع، لعب 12 مباراة فاز في 6 وخسر 6 وليه 980 وعليه 952 بفارق 28، ويجي عدد نقاطه 18 نقطة. برضه في حتة الصالات دي معاهم مدرب كوف سولي، بدأ بداية قوية جدا، هو حصل اسود بس بداية قوية في الآخر. في الآخر الخسائر دي جت في الآخر، لكن كان بادئ بداية جيدة جدا، قدر يكسب الاتحاد في اسكندرية ويكسب الاتحاد رايح جاي. صحيح. فريق سبورتنج لعب 12 مباراة فاز 5 وخسر 7 ليه 882 وعليه 924 ماينس 42، يبقى عليه 42 نقطة. تمام. له من النقاط 17. تمام يا كابتن. ويجي في المركز الخامس نادي الزمالك، لعب 12 مباراة خسر 8 وفاز 4 وليه 882 وعليه 909 ماينس 27. نعم. ويجي في المركز السادس برصيد 16. الزمالك عنده 16 نقطة صح؟ نقطة. تمام. فريق مصر التأمين لعب 12 فاز 3 خسر 9 ليه 885 858 وعليه 973 ماينس 115. نعم. وعنده من النقاط 15 نقطة. يجي سموحة في المركز الثامن اللي هو في الثمانية الكبار، لعب 12 خسر 10 كسب 2 ليه 884 عليه 969 ماينس 85 وله من النقاط 14. لكن وجود سموحة في هذا المركز لا يعني ان المباراة سهلة او ان المباراة هتكون من طرف واحد. إذن كابتن سلعاوي بشكر حضرتك، استعرضت مع السادة المشاهدين من الأول والتاني. وخلينا نطلع لفاصل أعزائي المشاهدين، نرجع بعد الفاصل نكمل تغطيتنا المستمرة. الأهلي وسموحة في الدور القبل الأخير في الدور الترتيبي، أو في الجولة القبل الأخيرة في الدور الترتيبي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. بفكر حضراتكم تاني هننقل ان شاء الله مباراه كره السله في تمام الساعه السادسه، الاهلي وسموحه، وبعد المباراه في تمام الساعه الثامنه هننقل مباراه كره اليد ايضا، الاهلي والبنك الاهلي. النهارده يوم حافل بالاحداث، بدايه بمباراه كره الطائره الحمد لله فوزنا بيها 3-0 على طنطا وتاهلنا لدور الثمانيه في كاس مصر. الحقيقه النهارده انا محظوظ جدا، معايا كوكبه كبيره جدا من المراسلين اللي الحقيقه يعني بيفيدونا بالاخبار ودايما بينقلوا لنا احدث الاخبار والاجواء. خلينا نروح لارض الملعب، صوت الامير عبد الله الفيصل وزملائي العزيزين فاروق صلاح وسالة حامد، عشان يقولوا لنا كالعاده الاجواء والاستعدادات لمباراه الاهلي وسموحه. اتفضل يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن هيثم، والشكر ايضا موصول لكابتن مصر الكابتن محمد السلعاوي، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا برحب بزميلتي العزيزه سالة حامد. زي ما انت حضرتك قلت يا كابتن هيثم، يوم اهلاوي مميز، يعني استهل كان الاطلاله الاولى واستهلينا اليوم بمباراه الاهلي وطنطا في كره الطائره ويفوز النادي الاهلي، وبنبارك لفريق النادي الاهلي والكابتن محمد ميدو مصلحي. طبعا كنا في تغطيه مع الزميل المراسل محمد توفيق، ثم مباراه الاهلي وسموحه، وان شاء الله عقب مباراه الاهلي وسموحه في تغطيه خاصه ايضا لمباراه الاهلي والبنك الاهلي هكون مع زملائي الاعزاء كريم احمد ونورهان طمان. يوم اهلاوي مميز زي ما بنقول، ودايما يعني الاستوديو او ملعب الابطال بيطل من داخل صاله الامير عبد الله الفيصل. النهارده مباراه في الجوله ال13، مباراه بتجمع ما بين الاهلي وسموحه، مباراه مهمه يا سلا
مباراه مميزه لفريق النادي الاهلي اللي خاض مباراه مميزه امام فريق الجزيره، النهارده مباراه مميزه امام فريق سموحه، حطينا في الصوره واخر استعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه. بالفعل يا فاروق، بس طبعا خليني في البدايه ارحب بكابتن هيثم وبضيفه في الاستوديو الكابتن الكبير كابتن محمد السلعاوي وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن يا فاروق زي ما انت قلت بالفعل، وكابتن هيثم قال النهارده ان شاء الله هيكون يوم حافل بالمباريات، يعني في جميع الالعاب، لعبه كره السله وكمان كره الطايره. يمكن من شويه طبعا فاز النادي الاهلي على نادي طنطا في دور 16 من بطوله كاس مصر، وبعد كده ان شاء الله هيكون في مباراه الاهلي وبنك الاهلي لكره اليد. يمكن خليني يعني في البدايه انقل لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي كل الاستعدادات والتجهيزات لفريق النادي الاهلي لمباراه اليوم، مباراه الاهلي وسموحه في الجوله 13 من المرحله الترتيبيه لبطوله دوري السوبر لكره السله. يمكن خلاص يعني الجوله دي هتكون الجوله اللي قبل الاخيره بالنسبه للمرحله الترتيبيه وترتيب الفرق قبل الدخول في المرحله البست اوف 3. النهارده ان شاء الله هيكون في مباراه سموحه، والمباراه الاخيره في المرحله الترتيبيه والدور الثاني هتكون امام نادي الاتحاد السكندري في مدينه الاسكندريه وعلى صاله نادي الاتحاد السكندري يوم الجمعه القادمه ان شاء الله. يمكن طبعا خليني في البدايه اقول لكم انه النادي الاهلي ومستر اجاستي ابوجي المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي استعدوا لمباراه اليوم، ان هم بعد يعني مباراه الجزيره مباشره يا فاروق، وبعد ما يعني قدموا اداء متميز واداء قوي زي ما شفنا من كل لاعبي النادي الاهلي امام نادي الجزيره، ثاني يوم على طول مستر اجاستي قرر انه اللعيبه ما تريحش خالص ويواصلوا التدريبات بشكل طبيعي، ولكن التدريب كان الساعه 10 بالليل للساعه 12، وبعد كده ثاني يوم كان التدريب من الساعه 1 للساعه 4، وبعد التدريب امبارح كان في زي محاضره فيديو او فيديو ميتنج لكل لاعبي النادي الاهلي مع مستر اجاستي، كان بيكلمهم على بعض النقاط الضعف والقوه يا فاروق اللي موجوده عند نادي سموحه، وكمان يعني طبعا بيكلموا على بعض الاخطاء اللي دايما بيعملوها او بتحصل منهم بيقعوا فيها في جميع المباريات عشان طبعا يتفادوا جميع الاخطاء في مباراه اليوم. كمان النهارده يعني كل اللعيبه قبل الدخول لملعب المباراه وقبل يعني ما يقوموا بعمليات الاحماء، يمكن مستر اجاستي اجتمع بيهم في غرفه الملابس عشان يتكلم معاهم شويه قبل المباراه النهارده. يمكن نفس التجهيزات دي ونفس الاستعدادات دي يا فاروق، يعني نادي سموحه استعدوا بشكل قوي للمباراه النهارده نظرا لاهميتها طبعا، ان هم يعتبروا في المركز الثامن برصيد 14 نقطه ونادي الاهلي في المركز الثاني برصيد 22 نقطه. بالفعل يا سلا، على الجانب الاخر يا كابتن هيثم، فريق سموحه خاصه بعد المباراه الاخيره وهزيمته امام فريق الزمالك بنتيجه 83-78، طبعا الكابتن فادي هاني المدير الفني لفريق سموحه كان الفريق استأنف تدريباته على مدار اليومين الماضيين واستعداده لمباراه الاهلي، خاصه ان المباراه يعني المباراه الاولى مباراه الدور الاول اللي جمعت ما بين الفريقين كانت انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 83-78، عنده مواجهه قادمه امام فريق السبورتنج، ادى تدريباته على مدار اليومين الماضيين ثم كان غادر الاسكندريه بعد اداء مران اخير في الاسكندريه، توجه الى القاهره وكان الوصول في تمام الساعه 6، ثم سكن الفريق في احد الفنادق القريبه من النادي الاهلي بالجزيره في اطار استعداده لهذا اللقاء. طبعا الجانب النفسي والتحضير النفسي اللي بيشتغل عليه الكابتن فادي هاني مع اللاعبين على اهميه هذه المباراه، طبعا هو بيحتل المركز الثامن برصيد 14 نقطه، عنده ايضا مجموعه من الغيابات النهارده بيشهدها فريق سموحه، يعني بيجيب اللاعب احمد فودا كسر في اليد، ايضا اللاعب يوسف ولاء عنده اصابه عضليه، احمد عزب ومصاب بكورونا، ولكن اقدر اقول لك برضو يا كابتن هيثم من كواليسنا تم انتقاله لنادي الزمالك وهو شقيق اللاعب عمر عزب لاعب النادي الاهلي، ايضا احمد عماره بيغيب لشد في العضله الخلفيه. ايضا يا سلا، على الجانب الاخر في غيابات في النادي الاهلي النهارده، النادي الاهلي بيفتقد لعناصر مهمه في هذا اللقاء. بالفعل يا فاروق، يمكن في اربع غيابات النهارده هيغيبوا او اربع لعيبه هيغيبوا عن صفوف النادي الاهلي النهارده في مباراه اليوم، طبعا اولهم احمد اسماعيل والمصاب بفيروس كورونا، كمان ابراهيم الجمال مصاب ببرد شديد ولكن يعني خاض او اجرى مسحه طبيه جديده، ولكن يعني النتيجه كانت سلبيه فهيغيب عن مباراه اليوم. كمان مروان سرحان مازال مصاب بكسر في اصابع اليد، وسيف سمير بعد مباراه الجزيره يعني اصيب في التمرين بمزق في الخلفيه، واخيرا مؤمن طارق خيري وابراهيم علاء هم اوت اوف ذا سكواد او اوت اوف ذا سكور، بره القايمه طبعا عشان يعني في القايمه بس بيكون في 12 لاعب، والنهارده ان شاء الله يعني هنشوف لاول مره يوسف المعداوي اللي يعني طبعا كان موجود في صفوف النادي الاهلي في السنوات الماضيه، يمكن مستر اجاستي قرر ان هو يقطع يعني ومشوار اعارته في نادي طنطا ويعود مره اخرى لصفوف الفريق النهارده ان شاء الله. يعني يا كابتن هيثم هنشوفه النهارده اول ظهور ليه في مباراه اليوم بعد ما يعني كل اجراءات قيده تمت بنجاح. يمكن يا فاروق يعني زي ما احنا قلنا انه النهارده ان شاء الله في غيابات كتيره موجوده في صفوف نادي سموحه وصفوف النادي الاهلي، ولكن ان شاء الله النهارده النادي الاهلي يفرح جميع جماهير النادي الاهلي ويحقق
اول فوز النهارده عشان طبعا يعني يوصلوا للمركز الاول. طبعا نادي الاتحاد السكندري موجود في المركز الاول، يمكن لاعبين النادي الاهلي عايزين يكونوا في المركز الاول يفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي. بالفعل يا سلام، النهارده يوم ان شاء الله يكون موفق للاعبي النادي الاهلي ويكلل بالانتصار. عايز اقول لك برضه يا كابتن هيثم قبل ما اختم مع حضرتك، حكام المباراه النهارده هيكون الحكم الاول كابتن وائل ابراهيم، كابتن تامر يحيى حكم ثاني، الحكم الثالث كابتن محمد ابراهيم ميزو، على الطاوله كابتن محمود الششاوي، فرح الشافعي، زينب الغنام، ومصطفى محمد. قبل ما اختم معاك في نقطه مهمه جدا يا كابتن هيثم، السؤال الاهم، بعد ما نخلص مباراه الاتحاد ايه اللي هيتم، ايه اللي يعني الامور هتبقى ماشيه ازاي؟ اقدر اقول لك ان هيبقى في راحه سلبيه لمده شهر بالنسبه للفريق الاهلي او فريق سموحه او لكافه الفرق المشاركه. العوده هتكون ان شاء الله بملاقات النادي الاهلي لفريق اصحاب الجاد في دور الثمانيه لكاس مصر، ثم ان شاء الله في حاله تحقيق الاهلي الفوز ان شاء الله هتبقى منتظر مواجهه مرتقبه ما بين الاهلي والزمالك، بينما فريق سموحه هيكون بينتظره عقب مباراته الاخيره امام سبورتنج، هيبقى عنده مواجهه في يوم 5/3 ان شاء الله في مواجهه فريق الجيش في كاس مصر. دي كانت كل الكواليس، كل الاخبار من هنا من صاله الامير عبد الله الفيصل. من جديد تعود الكلمه للكابتن هيثم السعيد، احنا موجودين معاك يا كابتن هيثم لو في اي استفسار او اي تساؤل. زملائي الاعزاء فاروق صلاح وسالح حامد، الحقيقه انتوا ما سبتونيش اي حاجه اقدر اسالكم عليها، الحقيقه ما شاء الله غطيتوا كل شيء، بشكركم شكرا جزيلا كالعاده، بتولونا دايما باهم واحدث الاخبار طبعا عن الفريق والاستعدادات، بشكركم الحقيقه شكر خاص على مجهودكم. كابتن سلعاوي، يمكن محتاجين نرجع قبل ما نتكلم عن الجدول بس في موضوع الاقوى دفاع واقوى هجوم، ولكن محتاجين نستعرض التشكيل. يعني خلاص احنا وصلنا تشكيل الفرقتين، ال 12 لاعب في الاهلي وال 12 لاعب في سموحه، استاذن حضرتك يا كابتن سلعاوي نستعرضهم مع الساده المشاهدين. نبدا بفريق نادي سموحه، هو الفريق الضيف، عبد الرحمن سمير، محمد السيد جازو، زياد عشماوي، احمد عماره، رؤوف صفواني، محمد اسامه، عبد الفضيل ابراهيم، ابراهيم خالد، احمد تريبس، مازن المصري، الامريكي جونز، مازن الغزاوي العزازي، مازن العزازي. اذا ده ال 12 لعيب اللي هيلعبوا النهارده، بيمرن بيدرب الفريق كابتن فادي هاني مدير فني، احمد عبد المطلب مدرب عام، محمد رزق مدرب، عماد هاشم مدير اداري، ومحمد زكريا اداري. اذا الجهاز الفني كابتن فادي هاني مدير فني، احمد عبد المطلب مدرب عام، محمد رزق مدرب، وكان احد لاعبي الحقيقه محمد رزق اللي نادي سموحه فترات طويله، وكابتن فريق عماد هاشم مدير اداري، محمد زكريا اداري. اشكرك كابتن سلعاوي. خلينا نروح لقائمه رجال سله النادي الاهلي، اتفضل كابتن. عمرو علاء زهران، عمرو عزب، عمر عزب، ايهاب امين، عمرو الجندي، مودي الجرحي، محمود وليد، واحمد مهيب، ومايكل تومسون الامريكي، محمد ابو النصر، عبد الله ناصر، يوسف المعداوي، عمر طارق. دولت قائمه النادي الاهلي. نيجي للجهاز الفني للنادي الاهلي. اتفضل يا كابتن. الاسباني جوست بوش مدير فني، احمد الجرحي مدرب عام، رامي دياستي مدرب، طارق الغنام مدير اداري، وليد الخراط اداري، محمد شيحي مخطط احمال، هيثم الضبع اخصائي علاج طبيعي ومعاه الدكتور اكرم، محمد جاد طبيب الفريق، نادر خزام اخصائي تغذيه، علاء لطفي محلل فني، محمد عيسى اخصائي تدليك ومساج، وحامد الكاس للمهمات. اذا يا كابتن تعليق بسيط على قائمه النادي الاهلي كده نستعرضها معاك تاني يا كابتن. النهارده يغلب على اغلب الفريق، يمكن تقريبا نصفه ناشئين. معلش يعني ناخدها واحده واحده. عمرو زهران، عمرو علاء زهران، محمود وليد، وبعدين عبد الله ناصر، يوسف المعداوي. يعني اربع لاعبين من اصل 12، انا بنتكلم في 30% تقريبا. النهارده مشاركه يوسف المعداوي للمره الاولى النهارده مع الفريق بعد اعارته النادي طنطا، ورجع في ورجع في الانتقالات الشتويه. شايف النهارده برضو عمر طارق يا كابتن، الحمد لله بعد الاصابه. بس عمر طارق هيبقى الدفع بيه حسب الرؤيه الفنيه اعتقد. يعني لسه اكيد ما شاركش، فممكن يديله يعني على بسيط في المباراه. طب كابتن، يمكن المباراه اللي فاتت كان عندنا حاله روقان شويه، الفرقه فايقه ما شاء الله، في بالانس ما بين الهجوم والدفاع، وفي بالانس ما بين الشوط والانسايد والاوتسايد، الشوط والدخول كان في بالانس، وكان في بالانس انسايد واوتسايد، كان في هارموني حلو، كان نتائجه ان احنا كسبنا الجزيره 28 بونت. ما تغيرش التشكيل كتير عن المباراه اللي فاتت، ما تغيرش خالص، هو السيستم واحد، هو احمد يعني احمد فهمي ما لعبش المباراه، ولا عمر طارق ولا لعب المباراه اللي فاتت، بس النهارده بيلعب. شايف ان شاء الله ان النهارده ممكن يبقى استكمال لحاله الروقان اللي احنا فيها. انا شايف ان هتبقى استكمال، لان ده عباره عن سيستم، موضوع من جانب المدير الفني للنادي الاهلي، فاي حد بيدخل داخل المنظومه بيطبق السيستم ده.
نعم. فاعتقد ان احنا المباراه الماضيه مع نادي الجزيره قدمنا مباراه جميله ممتعه هجوما ودفاعا، قدرنا نبرز ونمتع من جميع فنون اللعبه، من تحت الباسكت، من خارج الفاست بريك، من الجري السريع، كل الامور المتعلقه بسرعه الاداء. بالاضافه للديفنس 54 نقطه تسجلوا فيك في ثلاث اربع اشواط، يعني انت بتتكلم بلول 15 بوينتس بير كوارتر، فده ما او يعني اقل من 15 نقطه تقريبا، نقول يمكن 11-12 نقطه في الجيم افريج مع الجزيره، وده سكور قليل مع فريق كبير زي الجزيره. لازم نمشي على قبل ما نوصل للمباراه النهائيه، لازم نمشي على هذا النظام، لان النظام ده بيبقى النادي الاهلي او فرقه النادي الاهلي تبدا تفرض سيطرتها، تفرض اسلوب لعبها على اي فريق. ويعني عايز اقول ان اصبح الفريق ليه قوام معروف وشكل معروف، فلازم يعني يكون في مردود بقى هو المكسب ان شاء الله. تمام. طب كابتن هنرجع للجدول تاني، محتاج حضرتك تذكرنا مين اقوى ثلاث هجوم، اقوى ثلاث فرق في الهجوم في الدوري الممتاز حتى الان. خليني اقول لك كابتن ملاحظه، احنا النهارده الجوله 13، يعني احنا بنتكلم ان خلاص يعني الارقام دي بتدل دلاله كبيره عن 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 موقف الفرق. يعني نستعرض اقوى هجوم واقوى دفاع. هو دلوقتي برضو احنا عشان نضيف معلومه صغيره، ان احنا دلوقتي وصلنا ل يعني دي المباراه رقم 13، هنلاقي الاتحاد السكندري اقوى هجوم، اقوى هجوم الاتحاد السكندري، ثاني اقوى هجوم النادي الاهلي، نعم، التالت الاتصالات. ليه؟ اتصالات قدم مردود قوي جدا في عنده محترف بيجيب سكور كبير. تمام. يعني يا كابتن الاتحاد اقوى هجوم، يليه الاهلي ثم الاتصالات. نيجي للدفاع، الدفاع اقوى دفاع، دفاع نادي الجزيره، وثاني دفاع، دفاع النادي الاهلي، والثالث دفاع نادي الزمالك. لا خلينا تقف هنا يا كابتن. هقف في ملاحظة مهمة جدا، أشكرك يا كابتن، أنت كده نورتنا الدنيا. يعني الأجانب أو المدربين الأجانب بيعشقوا الدفاع. ويحبوا الدفاع، وتغييراته في الملعب بتبقى بناءً على الدفاع. أقوى ثلاث دفاعات في الدوري مدربين أجانب. مدربين أجانب. عندك جزيرة أسباني، الأهلي أسباني، الزمالك كان يوناني ودلوقتي أمريكاني. خلي بالك يا كابتن، حضرتك دي ملاحظة في منتهى الأهمية. احنا بنتكلم على المنافس اللي هو مفروض الاتحاد السكندري، يعني دفاعه بالارقام خارج الثلاثه، خارج الثلاثه. يعني هنا نفهم ان المدربين الاجانب اساس لعبهم هو الدفاع. الدفاع هو الدفاع القوي، هو اللي بيديك فاست بريك سهل، بيديك باسكت سهل، كل ما دافع كويس كل ما اجيب باسكت سهل، وبتزود الامور على الفرقه الخصم. طب هسال حضرتك سؤال بشكل اخر يا كابتن، التوازن ما بين الدفاع والهجوم، يعني انا ممكن يكون عندي اقوى دفاع بس عندي اضعف هجوم، فاذا المحصله صفر. انما المهم جدا يكون عندي دفاع قوي وعندي هجوم ايضا قوي. قوي. يبقى البالانس اللي ما بينهم ممتاز. هو اللي بكسب. مين اللي عامل لي البالانس؟ اكتر فرقه عامله البالانس ده في الدوري من وجهه نظر حضرتك؟ اكتر فرقه عامله البالانس ده اعتقد ممكن يبقى الاهلي والاتحاد. الاهلي. صح يا كابتن، انا ورا حضرتك. النادي الاهلي يا جماعه، والكلام الارقام لا تكذب، النادي الاهلي هو افضل فريق بعد 13، بعد 12 مباراه، ونهارده 13، بعد 12 مباراه النادي الاهلي هو الفريق رقم واحد في التوازن ما بين الدفاع والهجوم، دفاع قوي وهجوم قوي. اي نعم مش اقوى دفاع في الدوري ولا اقوى هجوم في الدوري، ولكن الاتزان تاني اقوى دفاع وتاني اقوى هجوم، مردوده زي ما كابتن سلعاوي وضح لحضراتكم 132 فرق، 132 نقطة ما بين التسجيل واللي سجلته ودخل فيك. يعني أنت أكتر فرقة ليك سكور لصالحك. وبعدين مين؟ نادي الاتحاد 101 نقطة. النادي الاتحاد عنده هجوم قوي جدا، ولكن دفاعه يمكن الرابع أو الخامس، الرابع أقوى دفاع في الدوري، فالبالانس مش موجود. فكابتن دي ملاحظة مهمة جدا، ودي درس نتعلمه، إن لازم يكون مش بس قوة الدفاع او قوه الهجوم، البالانس الاتزان ما بين الهجوم والدفاع هو المكسب. صحيح. كابتن سلعاوي اشكرك، خلينا نطلع لارض الملعب ونروح لمعلقنا الكابتن احمد مناع. اعزائي المشاهدين، صاله الامير عبد الله الفيصل، نقل احداث مباراه كره السله الاهلي وسموحه، ان شاء الله تبقى مباراه ممتعه ونستمتع اكتر ان شاء الله بفوز النادي الاهلي، فالى هناك.